وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين كيف يظهر الإمام ومن أين يظهر الإمام هذه التساؤلات عند الكثيرين يتساءلون أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف يظهر كيف يظهر الإمام عجل الله تعالى فرج ومن أين يظهر سنجيب في هذه الليلة إن شاء الله وفي هذا البحث عن هذا التساؤل بشيء من التفصيل ولكن قبل ان ادخل الى هذا البحث اريد ان اقدم بعض الامور المهمه جدا التي تتعلق بقضيه الروايات والاخبار الوارده عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اولا فيما يتعلق بالتزام الانسان بعقيده الانسان بدين الانسان. لا شك اننا في احكامنا الشرعيه وفي عقائدنا وكل ما يتعلق باحكام الله تبارك وتعالى انما ناخذ كل هذه الامور اما من القران الكريم او السنه النبويه الشريفه الوارده عن رسول الله واهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فكل هذه الامور انما تؤخذ من الامام المعصوم. الامام المعصوم يشمل النبي صلى الله عليه واله وسلم وايضا السيده فاطمه عليها السلام والائمه من الامام امير المؤمنين والى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا الكلام لماذا انا اركز عليه لانه الكثير من العادات والتقاليد اخذناها من الماضي ونحن لا نعلم مصدر هذه الامور لا نعلم كثير من العادات والتقاليد التي نقوم بها والتي نعتقد بها والتي ايضا نلوم من لا يلتزم بها لماذا لانها ليست على المنهج الذي نحن نفكر به الكثير منا يتصور ان هذه العادات والتقاليد هي الحق وهي الحقيقه ومن يخالفها انما يكون بعيد عن الدين نريد ان نبين قضيه مهمه هذه رساله لكل انسان قضيه الالتزام والاحكام الالهيه لابد ان نعمل مراجعه لكل ما نعتقد كل هذه العادات وهذه التقاليد اولا لابد ان نعرضها على القران الكريم بعد القران الكريم على رسول الله والائمه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا نعرض هل هذا امر موجود في القران او في الروايات الشريفه او ورد عنهم او قاموا بهذا الامر او سمحوا بذلك الامر نعم نسير بهذا الامر ولكن اذا لم تكن هنالك روايه وائمه اهل البيت لم يقوموا بذلك اما قولا او فعلا او تقريرا اذا لم تكن هذه الامور وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم لا نتمكن ان نعتقد بهذا الشيء لذلك كل من يقول لكم عن عاده معينه عن شيء متبع انما هي في الواقع هذه تعتبر بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا بد ان تكون هنالك رساله وتاييد وبيان من الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ابين هذه الحقيقه المهمه لماذا لان هذه الايام مع الاسف في بدايه شهر شعبان هنالك البعض من يعتقد بصينيه زكريا اقول بعباره مختصره للجميع لكل من يعمل بهذه البدعه وهذه الخرافه ليس لدينا شيء اسمه صينيه زكريا واللي يعملون يجمعون البخور ويجمعون الحلويات والاكل والاطعمه ويتوسلون بهذا اليوم الذين هم يعتقدون به ولكن نحن لا في القران موجود لا رسول الله عمل به لا ورد في سنة رسول الله ولم يرد عن أهل البيت سلام الله عليهم لذلك أقول هذه الصينية التي الكثير يعمل بها هذه بدعة وهذه خرافة لا تعمل بذلك الأفضل أن تتوسلوا برسول الله صلى الله عليه وآله الأفضل أن تتوسلوا بأمير المؤمنين بالسيدة فاطمة سلام الله عليهما أن يكون لكم توسل بالإمام الحسين عليه السلام بأئمة أهل البيت الاستغاثه والتوسل يعني بدل ما يكون عندي صينيه زكريا وهي خرافه وبدعه ولا صحه لها يكون عندي توسل بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك لا بد علينا ان نقف امام هذه البدع وامام هذه الخرافات وكثير من هذه الامور اللي احنا نعتقد فيها ونتصورها ونعقد المجالس عليها ولكن هي هذه من الخرافات هذه نقطة مهمة جدا لازم نجعلها ميزان إلنا هسه البعض يقول زين الآن وإذا عملنا بذلك يعني معقول الإنسان يعلم شيء من الخرافات وبدعة ما كان موجود ويعمل بذلك يعني هل كثر الإنسان متخلف هل كثر الإنسان ما عنده وعي ما عنده ثقافة ما عنده فهم يعني إذا فعلا إحنا لماذا نعمل هذا الشيء عندنا حوائج الحوائج تطلب عند محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم. اذهبوا الى زياره الامام الحسين عليه السلام تحت القبه الشريفه لسيد الشهداء سلام الله عليه، اطلبوا حوائجكم عند الامام الحسين. اذهبوا الى مسجد السهله المعظم وصلوا هذه الصلاه الوارده عن الامام الصادق سلام الله عليه. وتوسلوا بالامام صاحب العصر والزمان. أو اذهبوا إلى مسجد الكوفة اذهبوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم هذه موارد وردت فيها روايات أهل البيت وتأكيد أنه يطلب فيها الحاجة فإذا صينية زكريا واللي يعمل به يدل على مو قلة الوعي انعدام ما في وعي وما في ثقافة ومع الأسف أن البعض يمشي وراء هذه العادات وهذه التقاليد الإمام المهدي سلام الله عليه, عليه سيمحو كل هذه الآثار الباطلة كل هذه السلوكيات وهذه الخرافات يمحيها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لأنه كما تعلمون أنه في الروايات يأتي بدين جديد ليس هو دين, دين جديد لا نفس الدين الذي ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الناس حرفوا به مثل هذه الصينية زكريا حرفوا الناس بدين رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لما يأتي كل هذه البدع والخرافات وهذه التقاليد والعادات اللي وردتنا من أمهات ومن الجدات ووردت عن طريق العشائر هذه أمور كلها باطلة وما لها قيمة لذلك أي شيء يتم الحديث اسألوا اسألوا ابحثوا ابحثوا عن المصادر اليوم كل شيء متاح كل شيء موجود أي معلومة تحتاجوها اليوم موجودة فإذا نحن لا نشكو من مشكلة الوصول الى المعلومه لا نشكو من مشكله التواصل العالم كل اليوم يتحدث بلغه قريبه ويتمكن الانسان يصل الى المعلومه هذه النقطه الاولى المقدمه الاولى اللي حبيت اوضحها النقطه الثانيه فيما يتعلق بروايات اهل البيت يعني قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذا المحور الثاني انه روايات كل الكلام عن الدماء أن الإمام المهدي يقطع الرؤوس، لا يقبل التوبة وسيل من الدماء والقتل، والدماء تصل إلى الركب. طبعاً هذه روايات إسرائيلية، والهدف تخويف الناس من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام المهدي نعم هنالك حرب ستكون، نحن لا نقول أنه يعني البعض يتصور أنه لو ظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل شيء يتحول بين ليلة وضحاها لا نعم الأمور تتحول في فترة قريبة يعني في أشهر يعني قد يكون إلى عشرة أشهر قد يكون إلى 12 شهر الأمور تتحول إلى خير ولكن هنالك مقدمات يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لما يظهر ما في نواصب ما في ناس اللي يحملون أفكار داعش وما أشبه ذلك ما في ناس يمشون على يسيرون على منهج بني أمية وبني العباس ما في ناس هم فكرهم فكر صهيوني يهودي طبيعي موجود فهنالك حرب لا بد أن تكون هنا حرب لا بد أن تكون هنالك إراقة للدماء هذا أمر محتم بالنتيجة أن الإمام يعرض الدين والإسلام على الجميع ولكن هنالك من المعاندين الذين يعاندون الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الذين يتصدون للإمام والا الإمام كيف يحرر هذه الأراضي يعني من مكة والمدينة والكوفة وبعد ذلك إلى بلاد الشام ثم إلى القدس كيف الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يصل طبيعي تكون هنالك إراقة للدماء إقامة الحق ودحض الباطل وإزهاق الباطل أكيد أن تكون هنالك الدماء فالوصول الى حكومه العدل الالهي هنالك مقدمات ولكن ان نصور للناس ان الامام بالعكس الامام كل انسان يعود الى الله تبارك وتعالى، القرآن يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، هو القرآن ربنا يدعونا الامام هو حجه الله هو عبد الله هو من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وآله هو من يسير على منهج رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام هو الذي يحيي أسس هذا الدين الذي أماته الناس وأماتته البدع والخرافات وأهل الضلالة لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتي بهذا الدين نعم هنالك إراقة للدماء يعني إحنا لما نتكلم أنه السعادة راح تكون بعد ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجة لا نقصد أنه الأمور يعني بين لحظة وأخرى أصلا هو ظهور الإمام شيء لا يصدق ظهور الإمام أن تجد نفسك بين يدي حجة الله بين يدي بقية الله بين يدي صاحب العصر والزمان مئات السنين العالم ينتظر أكثر من الف سنه العالم ينتظر الحجه المهدي عجل الله تعالى فرجه هو هذا ال... لما تصل الى الامام هذا امر اكيد ليست هنالك سعاده فوق هذه السعاده ولكن يحتاج الى مقدمات ليس كل انسان يصل لذلك الانسان الذي يطهر نفسه الذي يزكي نفسه الذي يبتعد عن المعاصي الذي يكون قريب من الله تبارك وتعالى مطيعا لله الانسان الذي يحارب هو النفس يحارب الشيطان وجنود الشيطان والذي دائما يتسلح بسلاح الايمان والتقوى والفضيله والورع هذا الانسان هذا لا يكون بطرفه عين هذا يحتاج الى سعي مجرد انني احب الامام المهدي ان يظهر والامور مهيئه على افضل ما يكون لا يكون الامر كذلك وانما هنالك مقدمات مقدمات كل واحد من عدنا لازم يهيئ هذه المقدمات باصلاح نفسه وتزكيه قلبه كثير من هذه الجلسات اللي نجلس مع بعض تشاهد الاحقاد والضغائن والكلمات غير اللائقه كثير من هذه الامور اللي موجوده في حياتنا العمليه تحتاج إلى علاج وإلا كيف أذهب إلى حجة الله إلى بقية الله الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف وأنا ملوث بهذه الذنوب إذا أنا أتمكن نعم تتمكن وإلا رب العالمين لا يطلب من الإنسان شيء هو غير قادر عليه مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه لا يطلب من عدنا تزكية أنفس أنفسنا وتقربنا إلى الله اذا احنا مش قادرين على التقرب الى الله تبارك وتعالى اكيد انا عندي هذه القدره حتى اتقرب اذا كل واحد من عندنا بحاجه الى المزيد من العمل هذا لما اقول هو النفس هذه كليه تحت هذه الكليه هنالك جزئيات غريبه تحت هذه الكليه كلام كثير سلوك مليء بالازمات هذه الغيبة تهمة النميمة، أكل الحرام الاعتداء على الآخرين إش كثر لازم إحنا نصلح أنفسنا إش كثر لازم نعدل سلوكياتنا المؤمن مع المؤمن إش كثر لازم يصفون هذه القلوب أنا ما أتكلم عن غير المؤمن ما لي علاقة فيه الآن أنا كلامي مع المؤمنين مع الملتزمين المرأة الملتزمة المؤمنة كم تحتاج الى ان تنقي هذا القلب ان تطهر هذا القلب ان تزكي سلوكها واخلاقها وتعاملها هذا يحتاج الى عمل يحتاج الى ممارسة يحتاج الى سعي الى جهد اذا الامر يحتاج الى تغيير فيه الم فيه تعب ولكن تصل لما تصل إلى النتيجة تحس بنشوة براحة نفسية تجد أنك في مرضاة الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في راحة نفسية أكثر من ذلك تشاهد أن الإمام هو راض عنك وهذا أكبر توفيق أكبر نجاح فإذا الروايات اللي تحكي عن قضية الإمام لا تقصد أن الامور لا تحتاج الى مقدمات تحتاج الى مقدمات لما نقول ان عصر الامام عصر الخيرات والسعاده والامن والامان والسلم والسلام وشعور الانسان بالسعاده الكبيره والراحه النفسيه وان الامام يمسح على العقول وعلى القلوب فتتغير حياه الانسان تكون حياه طيبه هذا يحتاج عمل من الانسان يحتاج انا اجعل نفسي مهيئه أهيئ نفسي كل السلبيات والأخطاء والذنوب اللي موجودة في حياتي لازم أغيرها حتى الإمام يأتي إلى أرض طاهرة نقية إلى قلب طاهر حتى لأن الإمام لا لا يعمل مع قلب ملوث بالمعصية والحرام فإذا ماذا نعمل ونحن ملوثون؟ اعمل من الآن من هذه اللحظة مو مش من بكرة أو بعد بكرة أو بعد سنة لا لا الآن الآن ولا تنظر الى مكانتك وانا شخصية مهمة وانا انسان تاجر وانا عندي موقع اجتماعي هذا هذا يفيدك انت الك هذا ما ينفع شيء عند الامام ولا شيء هذا انت لنفسك شخصية وعندك ما ادري ثراء مكانة اجتماعية كل هذه الامور خليها على جنب تكلم عن نفسك انت كم تحتاج الى اصلاح ايش كثر تحتاج الى مراجعة الى ذاتك وتغير نفسك لذلك الروايات تحكي نعم عن كل الراحة ولكن تحتاج إلى مقدمات زين الروايات ما زلنا في الروايات الروايات عندنا سند الرواية البعض لما تحكي لروايات في عقيدة أهل البيت في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد يكون متعلم كم كلمة مباشرة يقول هذا الروايات ضعيفة لو سمحت أنت اللي ما مطلع الرواية كيف تحكم على الرواية أنها ضعيفة؟ شلون؟ كيف تقول هذه الرواية ضعيفة وأنت ما مطلع عليها؟ أو مجرد مع الأسف يقول هذه موجودة في الكافي أو موجودة في بحار الأنوار وهذه من الروايات الضعيفة مباشرة طول بالك يا أخي طول بالك أنت قرأت الرواية طلعت على الرواية هنالك علم علم الرواية علم الدراية نعم السند مهم والكل يتفق على ذلك قضية السند. ولكن أهم من سند الرواية هو متن الرواية. متن الرواية يعني زيارة الجامعة واردة عن الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إذا لم نجد هنالك سندا صحيحا تسألون لماذا ما في سند صحيح؟ تعلمون من عصر أمير المؤمنين من بني أمية وبني العباس التشيع تعرض الى اباده وقتل وقمع وارهاب وتعذيب وتشريد وحرق. المغول لما دخلوا الى المكتبات بالنجف والوهابيه الى كربلاء احرقوا الالاف من الكتب المخطوطه المتعلقه بالتراث الشيعي المقدس احرقوا هذه الكتب طوال التاريخ كانت هنالك مطاردات للرواه لاحاديث اهل البيت عليهم السلام فتجد روايه مثال جدا مهم روايه تجدها في كتاب مثلا بحار ضعيفه السند تروح الى الكفايه الى الكافي تجد نفس الروايه بالكافي سند اخر وصحيحه السند في هكذا نعم في الان سؤال لو كانت هذه الروايه السند مقطوع أو في شيء مثلا مثلا الآن احنا زيارة الجامعة الكبيرة، بالله عليكم اللي يقرأ النص الوارد في زيارة الجامعة ماذا يقول؟ هذا شغل إنسان مؤمن؟ هذا شغل عالم؟ هل إنسان عادي يتمكن أن يكتب وأن يسيق هذه الكلمات وهذه الجمل في زيارة الجامعة في حق في حق أمة أهل البيت عليهم السلام؟ هذا النسق وهذا اللون من الخطاب لا يصدر إلا عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تروح إلى زيارة عاشوراء نص ليس نص إنسان عادي ما يتمكن البشر لذلك هو حديث قدسي يروى عن الإمام الصادق عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبريل عن الله تبارك وتعالى هسه البعض قد يشكك في هذا يمكن يشكك في نسبه هو أيضا يشكك في هذا الموضوع ذاك الموضوع خلاص يا عمي أنت إذا ما حصلت على إثبات قول قل أنا ما أقبل هذا الشيء أنا ما حصلت إثبات لا تنفي أساس الموضوع من نحن حتى نتمكن رواية تنسب إلى إمام معصوم يجي إنسان ويجتهد فيها من أنت تكون تتمكن تقول هذا ضعيف وذاك لا يعتمد على من أنت أمام الروايات اللي واردة عن أئمة أهل البيت هذه النصوص نص الرواية الظاهر أنه صادر عن الإمام المعصوم هذا متن الرواية اسألوا العلماء متن الرواية يدل على أنه صادر من الإمام المعصوم لذلك إحنا لازم نتأنى عليكم بالدراية الحديث الشريف عليكم بالدرايات لا بالروايات دراية الحديث مو فقط رواية وحديث تدريه خير من ألف حديث ترويه يعني ماذا هذه الكلمة يعني تأمل تريث لا تقل أن هذا غير صحيح لا تنفي الرواية بالنتيجة تكن من تكن أنت هذا رواية واردة عن إمام معصوم ونص الرواية ومتن الرواية يدل أن حديثنا صعب ومستصعب يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه فإذا لا بد علينا التأني الروايات اللي واردة في حق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سواء موضوع العلامات اللي احنا ما نريد نتكلم بصراحة في موضوع العلامات لأن العلامات هي في وقتها تظهر والعالم كله راح ينظر للإمام وسيلبي هذه الدعوة المباركة لحجة الله في الأرض الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف العلامات من نريد ناخذ وقتنا فيها يعني احنا في روايات اهل البيت ما في تركيز تعالوا كل الوقت ابحثوا في العلامات ما في التركيز نعم نبحث في العلامات الحتميه وحتى ذات تبحثون في غير الحتميه ولكن لا تعطوا اهتماما اكثر من المطلوب الان احنا في هذه المرحله مسؤوليتنا انه ما هي مسؤوليتنا في عصر الغيبه الكبرى للامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وارواحنا لتراب مقدمه الفداء الروايات تؤكد على المرابطه مرابطه تسمعون عن المقاتل في الجبهات في خط المواجهه كيف هو مرابط كيف هو مستعد كيف هو يعد العده لمقاتله العدو الروايات تقول علينا بالمرابطه، ساقرا هذه الروايات لاحقا. ان مسؤوليتنا في عصر الغيبه هو لا ان نبحث كثيرا، نعم نبحث، لا اقول لا نبحث. لا اقول لا نبحث. اقول نبحث ولكن لا نتوقف كثيرا، لان هي العلامات ستكون علامات صارخه، يعني الصيحه سنتكلم فيها لاحقا، صيحه جبرائيل يعني ما من انسان الا ويسمع هذه الصيحه. الخصف اللي يصير في المدينة سنتكلم نتكلم عنه أيضا بين مكة والمدينة ما من إنسان إلا ويطلع يعني أنتم مثال على ذلك هذا الزلزال اللي صار في تركيا وفي سوريا وبعض الدول في أحد ما سمع؟ بالله عليكم بالتفاصيل الناس صارت تعرف أحداث الزلزال بالتفاصيل هذا في وين؟ في تركيا وفي سوريا وما أشبه ذلك بعض الدول سؤال زين قضية الإمام المهدي ليست هي قضية ترتبط زلزال في بلد وحدث كزلزال قضية الإمام المهدي قضية كونية تدخل إلهي مباشر من الله تبارك وتعالى الأرض والسماء جبال بحار كلها تكون طوعا لإرادة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف موضوع ليس موضوع سهل فلا تتصورون قضية الإمام المهدي، هذا زلزال صار في تركيا، فلان حدث صار في البلد الفلاني، إذا الآن في أي بلد بالعالم أي حدث يحدث نطلع على جزئياته ومصور بالفيديو بالفوتوغراف فكيف بالإمام؟ السماء تتحد تقف موقفا واحدا لتعريف الناس بالقضية المهدوية، فإذا لا نتسرع في تضعيف الروايات في نفي الروايات وانما علينا النظر الى المتن متن الروايه مهم جدا والتريث تريث قل انا لا اعلم لا تقول انه غير صحيح لا تقل من انت حتى تقول غير صحيح نعوذ بالله يطلع هذا كلام الامام المعصوم نعم في مشكله بالسند انت تنفي تعرف ترتكب اثم عظيم ترتكب جريمة كبيرة في التعامل مع هذه الروايات زين النقطة الأخرى أنه قضية ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكرنا أنه فيها قتل وفيها قتال وفيها دماء ولكن ليس كما يصور البعض أكيد ولا الإمام شلون يتخلص من النواصب شلون يتخلص من اليهود شلون يتخلص من الصليبيين طبيعي راح يكون قتال طبيعي ان نحن ندعو الله تبارك وتعالى ان نكون شهداء بين يدي صاحب العصر والزمان اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه ومن المستشهدين بين يديه ندعو في في دعواتنا دعاء ثابت ان الله ندعو الله ان يرزقنا الشهاده بين يدي سيدي ومولاي الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وين أعظم من هذه الشهادة أن يضحى الإنسان بنفسه وبوجوده بين يدي الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه الشهادة والاستشهاد والتضحية والفداء بين صاحب بين يدي صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه فإذا البحث اللي احنا الآن تحدثنا في البداية عنه هو ان الكثير يسال ويتساءل ان الامام كيف يظهر؟ شلون يظهر الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ ومن اين يبدا؟ نقطه مهمه جدا اي شيء يتعلق بقضيه الظهور وقضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا نتمكن ان نرجع الى اجتهاداتنا، هذه اول نقطه اساسيه. البعض يفكر يربط روايه بروايه. يربط خبرا بخبر يربط قضية بأخرى ثم يخرج بنتيجة ما فينا نتعامل بهذه الطريقة ولو كان الإنسان على درجة من العلم مع احترام للجميع كل إنسان عنده درجة من العلم والمعرفة ولكن ما في أجي أنا أتكلم وأقول أربط حدث بحدث وبعدين أطلع بنتيجة نحن علينا أن نتقيد بالرواية الواردة عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عدنا مجموعة كبيرة من الروايات واردة عن الإمام أمير المؤمنين وعن الإمام الصادق سلام الله عليه وسلم عن أمة أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإمام المهدي الإمام أمير المؤمنين يذكرهم بتفاصيلهم يتوجه إلى موضوع الأصحاب فإذا ما فينا إحنا نجتهد انا لما اقول هذا الكلام اعني ما اقول لا يتصور بعض انه انا اقصد بعض الاشخاص لا انا ما اقصد بعض الاشخاص انا اقصد كل الاشخاص كلهم اللي يربط قضيه العلامات بالحدث اللي موجود سيما في قضيه الاسقاطات عندنا اتصال الاخ ابو حكيم من الناصريه تفضل اخو ابو حكيم ابو حكيم نعم تفضل عزيز عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا العزيز الله يحفظك ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله الخدمه صاحب العفو والزمان جميعا ان شاء الله اللهم عجل فرجه بحق محمد وال محمد يا صاحب الزمان بحق المواليد المباركه والشهر الكريم شهر شعبان يا كريم يا الله عاده الله عليكم ان شاء الله بالسلامه الجميع والعافيه على الجميع ان شاء وعلى الله على امامنا صاحب العصر والزمان يا صاحب الزمان يا حجه الله شيخنا العزيز سؤال بني. نعم امامنا صاحب العصر والزمان نحن نشعر بمع مراعاته وعايشين برعايته نعم في هذه الارض المباركه نعم هل امام امامنا صاحب العصر والزمان يحس بهذه المعاناه يحتاج الى دعاء نعم الامام محصن من قبل الله سبحانه وتعالى لو يمر باذنه لا اله الا الله بس اعرف قلب الامام حزين لو الله محصن قلبه لان يعني اكو مصاعب تمر فامامنا انا احس اشعر يعني قلب الامام محصور بس شويه اريد قلب تريح قلبي الإمام عايش براحه مرتاح بهذه الأوضاع نعم ليش عدنا والمسلمين في هذه في هذا الزمان وهذه الأيام في خطر نعم الإمام عايش مرتاح لو يحسن معاناتنا أحسنتم أحسنتم أحسنت, بس يا أحسنت. جزاك الله خير الله يحفظك بارك الله فيك طبعاً آه أخونا العزيز أنت كلامك اثر فيه لانه نابع من قلب صادق اكيد الامام يشعر بنا يشعر بنا اكثر مما نشعر نحن الامام رافته بنا اكثر من رافه الام بوليدها اكثر من رافه الاباء بابنائهم الامام المهدي يعيش معنا كل الالام اللي هي نحن نشعر بها الامام يتالم لالمنا ويشعر بنا، هو الامام يقول للشيخ المفيد: انا غير مهملين لمراعاتكم. لا تصور ان الامام، ان شاء الله اقرا لك النص لاحقا، ولو انا في البدايه قرات هذا النص. الامام يشعر بنا، الامام يتالم معنا، الامام ينظر الى هذه حاله الظلم وحاله الفساد وحاله الالم اللي شيعه امير المؤمنين يمرون بهذا الالم. تصور الامام ما يعرف الامام يعرف التفاصيل ويتالم ويدعو لنا مولانا سيدنا هو الاب النا هو اكثر من اب هو هو ابونا هو كل شيء في حياتنا بس يحتاج احنا نشعر بالامام الامام يشعر فينا احنا لازم نشعر بالامام احنا لازم نتوجه للامام احنا لازم نرتبط بالامام المشكله فينا الامام حجه الله يتالم ويدعو لنا وفي كل ال انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، الامام يقول انا مو ناسيكم مو ناسيكم، الامام معنا يتالم هو الامام يقول ادعوا بتعجيل الفرج ففي ذلك فرجكم الفرج الحقيقي للامه للعالم بظهور الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج جزاك الله خير جزاك الله خير على هذه الالتفاتة الجميلة نعم الإمام معنا يشعر معنا يحس بنا يحس بآلامنا يتألم لألمنا يدعو الله للفرج عنا ولا شك الفرج الحقيقي والأساس بظهوره المقدس المبارك إذا الإمام الروايات تقول الإمام يظهر طبعا هنالك مخطط إلهي لا شك قضية ظهور الإمام المهدي كل عملية الظهور هنالك مخطط إلهي متكامل كيف أن النبي بعث قضية البعثة والدعوة إلى الله وجودة في مكة صلى الله عليه وآله وجودة في المدينة كل ذلك مخطط إلهي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أيضا ضمن هذا المخطط الإلهي حتى يضمن له النصر التام الله من منذ بداية الخلق وإلى وإلى اليوم ما انتصر ذلك الانتصار إلا سينتصر بالإمام المهدي المنتظر حكم الله شريعة الله إنما ستنتصر بظهور الإمام المهدي المنتظر حكم العدالة والعدالة والمساواة سيكون في عهد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك حتى تعم حكومة العدل الإلهي على كل المعمورة لا بد أن يكون هنالك تخطيطا إلهيا متكاملا فإذا عدنا أمران أولا عدنا ظهور الإمام وعدنا قيام الإمام لا بد أن نفرق عملية الظهور شيء وعملية القيام شيء عملية الظهور بمعنى خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من الاستتار والاختفاء الإمام مختفي وغائب عن الأنظار بالظهور الإمام يخرج من عالم الاستتار وتكون هذه النهضة المباركة كل الروايات والأحاديث طبعا هنالك روايات مضطربة في هذا الموضوع ولكن نجد أنها البعض من عندها يشوش لذلك انا اقول انه يجب التريث في قضيه الروايات الامام المهدي ظهور الامام شيء والقيام، القيام يكون لما يجتمع 313 من اصحاب الامام. فاذا الظهور اين يكون؟ الظهور يكون في المدينه المنوره. الامام يظهر في المدينه المنوره، طبعا لما يظهر الامام في المدينه المنوره الخبر يصل إلى السفياني وتعلمون أن السفياني يكون مسيطر على بلاد سوريا والأردن وفلسطين لما يسمع السفياني بظهور الإمام طبعا هذا قبل القيام فيرسل جيشا من بلاد الشام يسأل أين الإمام ظهر؟ يخبرون أن الإمام ظهر في المدينة المنورة فيرسل السفياني جيشا من بلاد الشام متوجه الى المدينه لالقاء القبض على الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا هذه اراده الله لا تسمع له بهذا الامر لذلك الامام قبل وصول الجيش الى المدينه يخرج من المدينه الجيش جيش السفياني يبحث في المدينه في كل الازقه في كل البيوت في كل مكان يبحث عن الامام يكون الامام هو خارج من المدينه، كل الهدف هو القاء القبض على الامام صلوات الله وسلامه عليه. الامام يكون طالع من المدينه فالجيش جيش السفياني لما يفقد الامل في الوصول للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يرجع يرجع من المدينه الى مكه في وسط الطريق هذه من الايات الالهيه العظيمه اللي هي الخسف في البيداء. جيش السفياني عدده ألف عشرة آلاف مئة ألف بالنتيجة أعداد كبيرة من جيش السفياني لما يطلعون من المدينة بين مكة والمدينة الرواية تقول هذه من علامات الحتمية المهمة طبعا البعض لما يسمع بالإمام يكون على شك ولكن لما يصير الخسف بالبيداء الناس يصير عندهم يقين بظهور الإمام المهدي يعني الخسف بالبيداء من العلامات المهمة لعملية ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين هذا الأمر اللي يتعلق بالخسف يعني ماذا الخسف؟ الآن شوفوا في هذا الزلزال زلزال تركيا اللي صار أنا شاهدت مجموعة من الصور الصور تظهر الشوارع شوارع يعني هذه الشوارع في تركيا تلاحظ الشارع صار خسف فيه أولاً الشارع هكذا متصل تشوف الشارع نازل متر يعني هذا مرتفع وهذا نازل، وصور أخرى أيضا شاهدت وهذه منشورة موجودة أن الأرض انشقاق في الأرض يعني واضح انشقاق في الأرض وعندنا كثير إذا تبحثون في اليوتيوب كثير هنالك من المشاهد موجودة من قبل صار خسف البيداء إرادة الله تبارك وتعالى لنصرة حجة الله في الأرض الأمر يتم أنه يكون هنالك خسف في البيداء يعني الارض تنفتح وتبتلع جيش السفياني الا اثنين واحد يروح على السفياني ويبلغ بالحدث والاخر يذهب الى الامام المهدي ويخبره، هسه واحد يقول يعني الامام ما عنده علم، لا الامام عنده علم ولكن هذه وسائل طبيعيه يعني حتى في قضيه رسول الله صلى الله عليه واله هنالك رسول الله توسل فيه كثير من الأمور قضايا طبيعية نعم القضايا الأعجازية في الساعة اللي يرى الله تبارك وتعالى تدخل السماء السماء تتدخل فالإمام سلام الله عليه لما يطلع من المدينة ويتم الخسف بالبيداء طبعا الخبر خبر الخسف راح ينتشر بالعالم كله ويكون هذا خبر مفرح لجميع المؤمنين المؤمنون في العالم يفرحون لموضوع الخسف لانه يعتبرون هذه من الايات الباهره في قضيه ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وين الامام؟ الامام يطلع من المدينه هذا ظهور الامام، ما زلنا في الظهور. طبعا هذا الظهور الامام يخرج من الخفاء ولكن الناس لا يعرفون الامام. متى يعرفون الامام؟ يوم اللي يصير عمليه علنيه. الإمام كما في الرواية طبعا أنا هذه الأمور ذكرتها في كتاب مهدويون مرابطون في عصر الانتظار كل التفاصيل ذاكرها وأيضا الروايات اللي تحكي عن مسؤوليتنا في هذه المرحلة الصعبة إن الإمام طبعا هنالك رواية تقول أنه من ناحية ذي طوى أن الإمام يستقر في ناحية ذي طوى هي إحدى النواحي حول مكة ورواية أخرى أن الإمام قريب جبل الصفا، مو عندنا الصفا والمروة محل السعي، دار قريب على الصفا يستقر الإمام في هذه المنطقة إلى أن يجتمع تمر الأيام وتقترب أيام قريبة جدا 313 من أصحاب الإمام، أصحاب مو أنصار. الأنصار يختلفون عن الأصحاب. الأصحاب اللي هم قادة جيوش الامام، يعني قادة العالم، الامام راح يكون عنده في كل البلاد راح يكون يمث من يمثل الامام. من هم قيادة الدرجة الأولى في القيادة للإمام راح يكونوا في 313. وقلت سابقاً أنه الروايات تقول كل واحد بإمكانه أن يكون، يعني العدد غير مقفل. كل واحد يتمكن يكون من 313 بشرطها وشروطها تهذيب النفس اكل لقمه الحلال السعي المستمر لتهذيب نفسه وتزكيه قلبه وتقربه الى الله تبارك وتعالى فاذا من شرق الارض ومن غربها ياتون الى مكه المكرمه بين ليله وضحاها، سؤال كيف يتم ذلك؟ علمه عند الله. علمه عند الله بالطائرات بالسفن الفضائيه بالبواخر طي الارض لا نعلم ولكن نعلم ان الله تبارك وتعالى لما يريد ان ينصر ولي الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه كل العده تكون جاهزه كل العده والعدد يكون جاهز لذلك يجتمعون من شرق الارض ومن غربها من هم علمه عند الله تبارك وتعالى ويتمكن كل انسان كل واحد أن يسعى ويسعى ويسعى ويحاول إلى أن يرتقي إلى درجة مهمة أن يكون من أولئك عدد لماذا ليش ما ت... ليش الإنسان ما يحاول ليحاول أن يرتقي إلى هذه الدرجات المهمة طبعا هنالك رواية هنالك رواية عن اجتماع أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجودة هذه الرواية في تفسير العياشي عن أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يسأل عن هذه الآية بيان هذه الآية قال صلوات الله وسلامه عليه وذلك والله الإمام المعصوم يقسم يعني هذا قسم ليس كلام عادي الامام يقسم يقول في بيان هذه الايه تاويل هذه الايه يقول وذلك والله ان لو قدم او ان لو قد قام قائمنا يجتمع او يجمع الله اليه شيعتنا من جميع البلدان ان الامام عجل الله تعالى فرجا لو قام الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، الله تبارك وتعالى يجمع الامام عليه السلام يقول، يقول يجمع الله اليه شيعتنا من جميع البلدان لان قضيه الامام لا ترتبط بقوميه، ببلد معين، بفئه معينه، بلغه معينه، بناس معينين. هذه ميزه مميزه انه اصحاب الامام 313 من جميع البلدان يلتحقوا بالإمام عجل الله تعالى فرجه وشرفه إذا ال313 وهنالك خمسون امرأة هسه هذه المرأة شنو ما هو عمل الخمسين امرأة صحابيات للإمام هل هو عملية لوجستي أم هن يكون لهم دور لا نعلم التفاصيل البعض أنا أستغرب يقول المرأة يفسرون تفسير سياسي يعني فهم خاطئ يعني نحن لما الإنسان ما يفهم الرواية لما الإنسان ما يفهم الرواية الواردة عن أهل البيت أنا بسرعة أقول إيه المرأة لها دور سياسي والمرأة لازم يكون دورها سياسي كذا وتحمل السلاح إحنا ما نعلم شنو دور المرأة بالتفاصيل ولكن نعلم هنالك خمسون امرأة هذا أني من صحابيات الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما هو الدور المناط هذا أمر يتعلق بالإمام اكيد هنالك دور لذلك انا معرفيا لا بد ان اعد العده في العلم وفي المعرفه والعقيده كلها لازم انا اعد هذا الامر من يتمكن نفسر على كيفنا وعلى مزاجنا انه هذه المره تحمل سلاح ما ندري شنو عمل لوجستي اي مس... مس... مسؤوليه اخرى يعطيها الامام عجل الله تعالى فرجه اكيد هنالك مسؤوليه مناطب المراه هذه مسؤوليه الامام اذا عندنا عندنا أصحاب والرواية طبعا الآن ما راح أتكلم عن موضوع الأصحاب أنصار راح أخليه في بحث آخر لأن الوقت داهمنا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن أول من يبايع القائم عجل الله تعالى فرجه جبرائيل أول من يبايعه حتى رسالة إلى العالم أن السماء هنالك تسديد من السماء في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه و. يبايعه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس ثم ينادي بصوت طلق ذلق تسمعه الخلائق، جميع الناس يسمعون هذا الصوت من جبرائيل، طبعا هنالك عده نداءات هذا واحد من النداءات يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه، اذا نداء من جبريل، يا الله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون هذا النداء المبارك من جبرائيل ونكون على درجه مقبوله من الايمان بالنتيجه نحن لا نعلم كم درجه ايماننا ايش كثر احنا مستعدين ولكن رأفه الامام والطاف الامام صلوات الله وسلامه عليه علينا جميعا ان الانسان هو يحاول ويطلب العون والمدد من حجه الله من بقيه الله صلوات الله وسلامه عليه حتى نكون من المقربين من الذين يستمعون هذا الصوت صوت جبرائيل النداء الذي يوجه إلى كل العالم اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض عنا إمام زماننا دائما ادعو بهذا الدعاء اللهم أرض عنا إمام زماننا وفقنا لنيل رضاه ربي اجعل حياتكم كلها خير وكلها مسره لا تنسون يوميا تصدقون عن الامام المهدي ولو مبلغ يسير وفي كل صلاه بالقنوت تقرون دعاء الفرج اللهم عجل لوليك الفرج او اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن ودائما في مجالسكم الاستغاثه بالامام صلوات الله وسلامه عليه واخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله في امان الله